اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في كتابه إلى الحارث الهمداني رضوان الله عليه: وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. أصل هذه الكلمات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. كون الإنسان العبد الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه أن يظهر النعمة، يعني إظهار النعمة، إظهار النعمة من قبل المنعم عليه. خلينا نشوف شنو هي النعمة اللي يكون تبين على الإنسان اللي يجب إظهارها وعدم اختفائها. يحتمل أن تكون نعمة الدين، يكون الإنسان يبين نعمة الدين، يكون الإنسان يبين هذه النعمة الكبيرة وهي من أجل النعم. شلون يبين أثرها؟ شلون يظهرها؟ بالأقوال والأفعال الحسنة والمرضية عند الله تعالى. ليش؟ حتى تكون باعثة لتشويق الغير. يحتمل أن تكون نعمة الدين والدنيا. إذا كانت نعمة الدين فالعمل بالواجبات، مثل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلا في مواضع مثل التقية وغيرها كما يقول أحد الشارحين لنهج البلاغة. وإذا نعمة الدنيا فكون هذه النعم الدنيوية المادية اللي أنعم الله تعالى بها على العبد كون يظهرها، كون يظهر تلك النعمة. يعني الله تعالى أنعم على العبد، مو يظل هذا العبد يعني حابس روحه في مواضع، مثلا عدم البيت الواسع أو عدم الحياة الفارهة. لا، خلي تبين تلك النعم. يقول أحد الشارحين لنهج البلاغة: هنا العموم أولى من الخصوص. يقول يعني ما معناه أنه ماكو وجه للتخصيص، فنعمة الدين والدنيا كون تظهر. يحتمل أن تكون النعمة كل خير قولا وفعلا، كون الإنسان يبينها. ويحتمل المقصود من إظهار النعمة هو الشكر لله تعالى من قبل المنعم عليه، لأنه قديما كان المسلمون يرون أن التحدث بنعمة الله شكر، يعني اللي يريد يشكر النعمة يتحدث بها. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. سئل الإمام الصادق عليه السلام، قال يعني ما أعطاك الله وفضلك وأحسن إليك، هذه كلها نعم، فحدث أي فحدث بديني. قول آخر يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، فمعناه اقرأ القرآن. النعمة يقول البعض يعني القرآن الكريم، فحدث أي اقرأ القرآن. البعض يقول النعمة هي النبوة،
فبلغ بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى، يعني بلغ رسالته سبحانه وتعالى. البعض يقول أظهار النعمة، ذكر النعمة، التحدث بها. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما يقول أحد المفسرين للقرآن الكريم، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله تعالى لشكر، وتركه كفر. عموما مهما كانت النعمة فيجب على العبد أن يظهرها. الإمام صلوات الله عليه يقول: ارجع وياي إلى الناس وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك، يعني إظهار النعمة وعدم اختفائها. كل ذلك كما يقول البعض باب من أبواب الشكر. لا تنسوا الإعجاب بالصفحة والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.